السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم جمال عزيز خليل، موجه لغة إنجليزية إدارة جورجيا التعليمية محافظة سوهاج، مدرب معتمد بالأكاديمية، عائد من انبعاثات بالخارج، وبأيد منظومة تطوير التعليم في مصر، وخاصة عملية التقييم اللي اعتمد على قياس الجوانب المختلفة من مهارات التفكير العليا للطالب وليس مجرد التذكر والحفظ. ويمكن إقناع الطلاب من بهذه العملية من خلال إبراز الجوانب الإيجابية لهذا التقييم، وكذلك من خلال تقييم واختبارات تجريبية لهم مقدما. ومن الاستراتيجيات التي قمت بتقديمها من خلال التدريبات لزملائي ومشاركتي معهم هذه الاستراتيجية هم استراتيجية المسابقات والألعاب في التدريس. ومن مميزات هذه الاستراتيجية أنها تحفز الطالب للعمل وتزيد من دفعاته للتعلم، حيث أن الطالب يكون مدفوع بعملية الرغبة في الفوز. وقد أعددت لهذه الاستراتيجية طرق للمكافأة للإجابات الصائبة، وكذلك طرق للعقاب للإجابات الخاطئة، وهي طرق تربوية. وقد أشاد زملائي بهذه الطريقة واستخدموها في الفصول. تساعد هذه الاستراتيجية أيضا على البعد عن عملية العنف داخل الفصل، حيث أن الطالب يكون مشغول دائما بأن يجيب على أسئلة من أجل الفوز في داخل الفصل، وبالتالي فإن الفصل سيكون في عملية تفاعل شديدة ونشاط قوي، ومما يزيد كما أن هذه الطريقة تزيد من عملية التفاعل بين الطالب والمعلم. وأرغب أن أنا أكون مشارك في هذه المنظومة لتطوير التعليم حتى أكون على علم بالجديد، وحتى أقدم بلدي من أجل تقدمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.